فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قتل نفسه، فهل يجوز لابنه أن يستغفر الله له وأن يدعو له ويتصدق عنه؟ نعم، لأنه مسلم، فعل كبيرة من كبائر الذنوب فهو مسلم، ما ارتد عن الإسلام، يدعى له، يستغفر له، يصلى عليه، يعامل معاملة أموات المسلمين. إلا أن الإمام لا يصلي عليه، الإمام اللي هو إمام المسلمين أو أهل الفضل ما يصلون عليه من أجل الزجر فقط، ما هو من أجل أنه كافر، لكن من أجل الزجر عن ما يعمل مثل عمله. نعم.